شايع عليا بعد وقعة الصفين وبوجه خاص بعد أن لم يستطع الحكمان تنفيذ قرارهما برد الأمر الذي حكم فيه إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. واشترطوا في هذا النفر 3 شروط: أن لا يكونوا ممن شاركوا في القتال بين الصحابة، لا شاركوا في وقعة الجمل، ولا شاركوا في الصفين، ولا شاركوا في الخروج على ذي النورين عثمان بن عفان، وأن يكون رضاء النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، وأن يكونوا قد اعتزلوا الناس في مرحلة التحكيم، ما جوش مرحلة التحكيم، لأن في ناس ما كانوش مشتركين في القتال، فلما هدأت الفتنة ووقف القتال لمدة 40 يوم بتوع التحكيم، في ناس جم من المدينة ومن الكوفة ومن البصرة ومن المدن الإسلام المختلفة أو من مصر، وانحازوا إلى هذا الفريق أو إلى ذاك الفريق، قالوا كمان دول ما يدخلوش. وبعدين هذا القرار لم ينفذ لخروج الخوارج وقتلهم سيدنا علي، الكلام اللي سمعناه قبل كده. فالذين وقفوا مع علي رضي الله عنه من بعد خروج الخوارج عليه، من بعد موقع صفين وخروج الخوارج عليه، هم الذين بدأوا إيجاد الفرقة أو المذهب أو المدرسة الفكرية المسمى بالشيعة في تاريخنا الفكري والسياسي والثقافي والفقهي والديني الإسلامي. قبل ما نتكلم عنها بالتفصيل، عايز ألفت النظر إلى موقف بياخدوه بعض إخواننا وأصدقائنا وأحبائنا أيضا من علماء الشيعة المعاصرين، بأن يقولوا إن التشيع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هذه المجموعة التي تمذهبت ثم تمحورت حول مذهب فقهي وفكري وعقدي معين كانت موجودة من زمن النبي. هذا كلام باطل لا يصح. ذا كتاب أخونا الله يرحمه الدكتور محمد إبراهيم الفيومي، هو جزء من موسوعة من 6 أجزاء عن الفرق الإسلامية السياسية والدينية، ده الجزء الثاني منها، وكتاب الثاني اسمه الشيعة العربية والزيدية. في مقدمة هذا الكتاب كتبها أخونا العزيز السيد هادي خسرو شاهي، حجة الإسلام والمسلمين سيد هادي خسرو شاهي، وهو أحد علماء إيران المعاصرين، وكان سفيرا لهم في مصر، وكان من قبل سفيرا لهم في الفاتيكان. ومن جميل ما أحفظه منه، صديق عزيز جدا، من جميل ما أحفظه منه أني لما زرته في الفاتيكان سألته كيف تعيش مع هؤلاء الناس، قال لي والله يا أخي محمد رهبانهم لا يستكبرون. فأنا حفظت عنه هذه الكلمة ووجدتها كلمة حكيمة جدا، إذا كان رهبانهم لا يستكبرون ممكن نعيش معهم ونتعامل معهم ونتفاوض معهم ونتكلم معهم، لأن هؤلاء هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهو وصفهمني بهذا اللفظ القرآني، قال رهبانهم لا يستكبرون. صديقنا سيد هادي خسرو شاهي هو الآن ترك وزارة الخارجية ومقيم في الحوزة استعدادا لأن يصبح أحد العلماء، وهو دراسته الأصلية فلسفة زي شريعتي وزي السيد محمد باقر الصدر وزي السيد محمد خاتمي، من هذه المدرسة الإصلاحية اللي بدأت فلاسفة وانتهت فقهاء، يعني أو بدأت فلاسفة وانتهت في خط الفقه. كنتوا فاكرين ان حجة الاسلام الغزالي رحمه الله عليه صاحب احياء علوم الدين مر باطوار الفكر الاسلامي كلها، الفلسفه والتصوف وغيره وغيره وغيره، وبعدين مات وهو يقرا في صحيح مسلم، وكان يقول في اخر ايامه: اللهم ايمانا كايمان عكائز نيسابور، ولا في فلسفه ولا في فوق ولا في تحت ولا في الجهات الاربع ولا في الهيوله ولا يا رب ايمان كايمان عكائز نيسابور التي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا يعرفنا كل التفاصيل دي. فخواتيم حياه الناس هي التي بها العبره. أخونا سيد هادي خسرو شاهي بيقول في مقدمة الكتاب ده في أول صفحة منها: إن هناك الكثير من الشواهد والوثائق التي تؤكد أن الوجود الشيعي قديم قدم الدعوة الإسلامية، فهو يواكب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايتها. هذا ما تؤكده النصوص التي تقتضي بها الكتب إلى آخره. النصوص التي تقتضي بها الكتب جاب منها حديثين صحيحين: حديث وإني تارك فيكم أو أنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله، إني أوشك أن أدعى إلى ربي فألبي، وأنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، عترتي يعني جماعة المصطفى، يعني جماعة الأقربين، وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم. والحديث الثاني في مسلم أيضا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه سيدنا علي: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الحديثين صحيحين عندنا نحن معشر السنة، لكن ليس تفسيرهما أنه هذا وجود الشيعة، تفسيرهما أن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قد يتعرضون لبعض المحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في آل بيته إذا تعرضوا للمحن ألا نكون من المشاركين فيها، وأن نحاول أن نحميهم وندود عنهم ونرد عنهم هذه المحن والفتن. وتفسيرهم أن سيدنا علي سيبتلى بهذا الأمر الذي ابتلي به، وسوف يختلف فيه الناس بين محب ومبغض، وأن المحب هو المؤمن وأن المبغض
فيه شيء من النفاق، لأن النفاق هنا زي ما قالوا العلماء هذا ليس نفاق الملة، هذا ليس النفاق الذي يجعل الإنسان عكس المسلم أو ضد المسلم، هذا نفاق العمل. وما قالوا في نفاق العمل زي من حدث كذب ومن وعد أخلف ومن اؤتمن خان ومن خاصم فجر ومن عاهد غدر، هذه الصفات كلها جاية في الأحاديث الصحيحة، لكن لا تعني خروجا من ملة الإسلام، تعني نفاق العمل الذي يؤدي بصاحبه إلى أن يكون مرتكبا لذنب قد يكون ذنبا كبيرا جدا، لكنه لا يخرجه من الملة، لأنه ليس كل ذنب أو ليس أي ذنب سوى الشرك مخرج لصاحبه من الملة. بعدين قال إنه ومن جانب آخر طبعا النصوص قلت لحضراتكم عليها، قال هذه النصوص جعلت للإمام الإمام علي ولآل البيت خصوصية، دفعت الكثيرين من الصحابة إلى التشيع لهم والالتفاف حولهم والاستظلال بظلهم، وجاب في الهامش أسماء تصل تقريبا إلى 22 أو 23 اسم. الصحابة صحيح كانوا بيحبوا سيدنا علي وكانوا مع سيدنا علي في أي أثناء حربه أو وقفوا على الحياد، ولكن كان هواهم وكلامهم مع سيدنا علي، لكن هذا لا يدل على أن الشيعية أو التشيع نشأ في زمن الرسول أو في زمن الصحابة، لأنه كما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ومعه 100,000 رجل وامرأة، فحج ومعه 100,000 صحابي، وراح الحديبية قبل الحج بأربع سنين وكان معه 1,500 أو 1,400 وبين 1,400 و1,500، ودخل مكة فاتحا ومعه 10,000 مقاتل، كم وراءهم من غير المقاتلين ومن الذرية ومن النساء، فالأعداد دي من الصحابة لما طلع منها 20 أقول دول فضلوا طول الوقت مع سيدنا علي، ما يبقاش في تشيع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يبقاش في تشيع في زمن الصحابة عشان أقول دول الصحابة شيعة، لأنه يعني أي إنسان في أي عصر من الرسول يجد 20 إنسانا يحبونه ويقفون معه ويشهدون له إذا كان في معرض الحاجة إلى الشهادة ويساعدونه إذا احتاج إلى المساعدة، وده مش دليل لصاحب مذهب، ولا إن المذهب بدأ حتى لو كان بعد كده له مذهب، مش دليل إن المذهب بدأ بهؤلاء 20. فهذا ادعاء عاطفي وليس علمي، يذهب بالأمر إلى جذور الإسلام الأولى لكي يقول نحن موجودون منذ نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج الأمر إلى هذا كله، لأن وجودكم بعد بدء الإسلام بمئة سنة أو بمئتين أو بثلاثمئة لا يعني خروجكم من الإسلام، أنتم جماعة من المسلمين أصبتم فيما أصبتم فيه وأخطأتم فيما أخطأتم فيه. ولو أن الناس لم يتعصبوا لمذاهبهم، لو أن كل إنسان، لو أن الناس لم يتعصبوا لأئمتهم فيضعوا الأحاديث في فضل أبو حنيفة وفضل الشافعي وفضل مالك وفضل أحمد بن حنبل، أو الأحاديث في شتيمة مالك وشتيمة أبو حنيفة وشتيمة الشافعي وشتيمة أحمد، هذا التعصب الذي أدى إلى الوضع سلبا وإيجابا، الوضع مدحا وقدحا، الوضع إعلاء من الشأن أو ذما وإنقاصا، هو التعصب ده الذي يهدم الأمة، هو ده تفريق الدين وجعله شيعا، هو ده الإلباس الذي يجعل بعضنا يذوق بأس بعض. لكن لو اكتفينا بأن نقول أدي حقائقنا ونحن نعرضها على الأدلة، فما وافق الأدلة فهو من الإسلام، وما خالف الأدلة فمن ردنا إلى خير منه قبل الناس زي ما قال أبو حنيفة، كان الأمر تغير. فالذين يكتبون وستقرؤون كثيرا لهم أو لعلكم قرأتم أو تسمعون محطات الآن الفضائية تنشر مذهب الشيعي، محطات كثيرة جدا وفيها الكلام ده كل يوم، فيها الكلام ده كل يوم والناس بتسمعها وساعات تتأثر بيها، ويأتيني بعض إخواننا أو أخواتنا يسألوا أسئلة متعلقة بهذا الكلام، لكن هذا الكلام لا أصل له. فالذين يقولون هذا الكلام يحاولون أن يردوا أصل المذهب الشيعي أو المدرسة الفكرية الشيعية إلى أصل الإسلام الأول، وهو رد في غير موضعه، رد لا يقوم عليه دليل، رد غير صحيح.